نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. سؤالي، نحن طلاب في بعض الجامعات، فإذا سافرنا من مدينتنا إلى الجامعة نجلس أحيانا 4 شهور أو 3 شهور، فما حكم قصر الصلاة أو الجمع في هذه وترك السنة الراتبة؟ أول نقول الناس ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم مستوطن، وقسم مقيم أبدا، وقسم مقيم إقامة مؤقتة إما بزمن وإما بعمل. أما المستوطن فظاهر أنه ليس له حكم المسافر لأنه مستوطن، وكذلك المقيم إقامة مطلقة مثل السفراء وغيره، هؤلاء الأصل أنهم مقيمون إقامة مطلقة وأن هذا البلد هو بلده. هذا أيضا كالأول، بمعنى أنه لا يترخص برخص السفر. والثالث المقيم إقامة مقيدة بزمن أو عمل، بزمن كشهر أو شهرين أو يوم أو يومين، أو عمل كعلاج تعلم غير مقيد بسنوات، فهذا حكمه حكم المسافر، بل هو مسافر حقيقة، لأن هذا متى انتهى وقته المقيد بزمن أو عمله الذي قيد به سفره فإنه يرجع إلى بلده. وبناء على ذلك يكون الذين يدرسون في الخارج، أي في خارج بلدهم، مسافرين، لأنهم لا ينون الإقامة المطلقة إطلاقا. لو أنه أعطي شهادته اليوم لسافر، لكنه مربوط بهذا العمل المؤقت المحدد. ولذلك تجد بعض البلاد تكون أمل مدة الدراسة فيها 4 سنوات، بعضها 5، بعضها 6، تختلف. بقي فعلى هذا يكون حكمهم حكم المسافرين. مسح الخفين كم؟ 3 أيام. القصر صار رباعية ركعتان. صيام رمضان لا يلزمهم، لكننا نقول لا ينبغي أن يؤخروا إلى رمضان الثاني، لأنه إذا أخر صيام رمضان في هذا العام مثلا وجاء العام الثاني وأخره العام الثالث تراكمت عليهم الأيام، وربما يعجز وربما يترك. فلذلك نرى أن الصيام وإن جاز له أن يفطر لأنه مسافر، لكن لا يؤخره إلى السنة الثانية لئلا تتراكم عليه فيعجز. أما بالنسبة للرواتب فأنتم وغيركم، المشهور عندهم أن المسافر لا يتنفل، هذا المشهور عند كثير من الناس أو أكثر الناس، وهذا غلط. المسافر يتنفل كما يتنفل المقيم بكل شيء، صلاة الليل وصلاة الضحى والوتر، كل شيء إلا 3 نوافل، وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فالسنة ألا يصليها. وأما بقية النوافل فهي على ما كانت عليه. فلذلك فيه عبارة غير صحيحة، يقول من السنة في السفر ترك السنة. من أين جاء هذا الكلام؟ من السنة ترك السنة؟ لا، من السنة ترك الرواتب الثلاثة التي ذكرنا، وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء، والباقي باق على ما هو عليه. نعم.